الكبيرة اللي شارك فيها وقدم فيها عمل، ده كان معرض الماضي كمقدمة. هذا المعرض أقيم في جدة وهو يمثل يعني أشهر بدايات الفن أو الأسماء اللي أسهمت في بدايات الفن التشكيلي السعودي. وكان محمد الصند العمل مهم من أعماله التالية، مش الأعمال الوثائقية، لكن أيضا هو من بدايات المرحلة الثانية أو تجربة جديدة في خط في مسار الفن. طبعا عندما نتحدث أو نأخذ مجموعة أعمال الفنان بشكل عام، سواء الأسلوب التسجيلي أو التوثيقي المبكر أو التالي اللي يعني له دلالات رمزية أو علاقات بين أشكال وعناصر، نجد أن هناك في روح واحدة وفي سمات واحدة وفي معالجة واحدة وفي يعني شخصية واحدة في تقريبا مجمل الأعمال. مهم كثير في الفن أن تحمل اللوحة شخصية الفنان، وبالتالي هو يعكس شخصية مكان. المكان هو هنا، يعني أي فنان رسم واقعي يعني تجد مكانه في لوحته، تجد شخصياته في لوحته. نلاحظ أن حتى الشخصيات اللي كان يرسمها رسم الفلاح، رسم ضياعة الوالد، رسم ليلة الحنة بمجموعة نساء، رسم الخباز، تجد حتى الملامح نفسها تشبه محمد الصندل، ملامح الناس يعني أشكال موجودة من النساء وكذا، تجد فيها ملامح واحدة، حتى أنك ما تخبر أنك تقول والله هذا، إذا أنت عندك يعني مدرب وتعرف الأعمال تقول هذا عمل لهذا الفنان. كذلك المجموعة اللونية اللي يشتغل عليها أو المعالجة نجدها روح واحدة، ونجدها حتى في بعض الأعمال المعروضة الآن في المعرض هنا، نجد نفس الروح مشتركة في كل تقريبا الأعمال. أحيانا الفنان يطلع بتجربة جديدة أو بمحاولة جديدة، أو يعني هي نوع من التجريب على موضوع أو فكرة أو، لكن سنجد تقريبا اللمسة واحدة والشخصية واحدة، وهذه ميزة يعني يتميز فيها عدد من الفنانين، خلينا نقول على الأقل في الأحصاء. يعني أحمد له لمسة خاصة، لمسة حمد الحمد له لمسة خاصة.